كي سمعتك قلتها تفكرت يا مات زمان كي كنا نقولوا كي يجوز الاستاذ من طريق نغير طريقه ونحترمه، ولكن باش نكونوا شويه واقعيين ما نكونوش سلبيين ولكن واقعيين نوعا ما، نشوفوا الان علاقه الاستاذ بالتلميذ كسوسوا في الميدان، يعني كيفاش ولات العلاقه نوعا ما نقص الاحترام هذاك اللي كان سابقا، واكثر واقوى شيء ربما يكون عنده تاثيره هو على وسائل التواصل الاجتماعي. فاحنا لما نشوفوا الاستاذ يوهان والكرامه تاعو ربما تداس، فانا صراحه كما نقولوا ناشطه الكترونيا وناشطه على وسائل التواصل الاجتماعي اتوقع نوعا ما هذيك النتائج. لماذا؟ لانه رانا نشوفوا في وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش هذوك لي كاريكاتور على الاستاذ وكيفاش نضحكوا عليه وعلى الاضرابات والتعقيبات والاضرابات وكذا. دونك لما تشوف انت التلميذ ولا الطالب ولا يعني يروج لهذه الامور في وسائل التواصل الاجتماعي ولو كانت احيانا فكاهيه وكذا، ولكن هنا بالتراكم وبالتكرار راح نلقاو انه في العقل اللاواعي تاع التلميذ ولا تاع الطالب اوتوماتيكمون المكانه تاع الاستاذ راح تنقص بزاف. احنا من بعد سنحاول معرفه رايك حول بعض الاشياء التي قمنا باخذها من كيفاش يقولوا البركه الفاسده لمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن انا اريد منك باختصار اجابه على هذا السؤال. هنالك فكرة يعني يرددها عدد كبير من الناس، هو أنه مرات الأطفال الذين لا يحترمون الأستاذ ويقللون من احترامه هم نسخة طبق الأصل عن أهاليهم، لأنه لما الأستاذ يزقى على التلميذ أو مثلا تصرى حادثة سمعنا بزاف بردة فعل من قبل الأهالي ضد الأستاذ بالفعل. يعني يصدق وليده اللي في عمره 7 سنين 8 سنين ويعطيه الحق على الأستاذ. نعم، إحنا من قبل كنا دائما الحق للأستاذ، نصرة الأستاذ ظالما أو مظلوما، لكن الآن تغيرت تماما هذه المنظومة. أنا الحقت وين أولياء يقولوا لي نقول لوليدي يعيط عليك الأستاذ عيط عليه، يضربك اضربه. ومن هذه جابوها يضربك اضربه. نعم نعم، وهذا تطور ابتدائي وتطور متوسط. لماذا؟ انا لما حاولت نفهم يعني طريقه تفكير تاع هذا الام ولا هذا الوالد يقول لي انا قريت في التربيه الايجابيه وفي كذا انه ما لازمش تتزعزع شخصيه ابني ولازم تبقى قويه وبالتالي ما نخليش الوسط الخارجي اثر عليه. فهنا نقدروا نشوفوا كيف انه هاد الوالدين عم ياخذوا المعلومه ولا ياخذوا الفكره والمهاره يعني كما نقولوا احنا يشدوها من الاخر وخاطئه. علاش؟ ربما معلومات عابره في الفيسبوك، ربما معلومه من عند غير مختصين، فهو يجي يعكسها ايجابيا فتنقلب علينا وعلى ابنه وعلى الكل عكسا للاسف الشديد.